Alors, نشوفو مثال ديال الفرقة المسرحية. Alors, تتكون فرقة مسرحية من ثلاث رجال وثلاث نساء. Alors, بعد انتهاء العرض المسرحي يخرج جميع أعضاء الفرقة واحدا تلو الآخر، يعني كيخرج الأول، كيخرج الثاني، كيخرج الثالث من وراء الستار باش يحيو الجمهور، ويبقون لتحية الجمهور. يعني ملي كيتسالى العرض كيخرج الاول كيحيي الجمهور، ثم كيخرج الثاني كيحيي الجمهور، ثم كيخرج الثالث، ثم كيخرج الرابع والخامس والسادس. الاخ ليكن اكس المتغير العشوائي الذي يساوي عدد الرجال الذين ظهروا للجمهور قبل ظهور أول امرأة. السؤال الأول، حدد قيم X. ثانيا، بين أن P ديال X يساوي 1 هو 3/10 و P ديال X يساوي 2 هو 3/20. ثم السؤال الثالث، أعطي قانون احتمال المتغير X. الوغ نفهموا هذا المتغير العشوائي شنو هو؟ هو اللي كيساوي عدد الرجال الذين ظهروا للجمهور قبل ظهور اول امرأة. اذا شحال القيم ديال المتغير، يعني شحال عدد الرجال اللي غادي يظهروا للجمهور قبل ما تبان اول امرأة. راه كاينين حالات، يا اما في الاول ممثل غادي يظهر في الجمهور هو امرأة، في هذه الحالة X كيساوي صفر. مثلا أنا قيم X هي صفر إذا ظهرت امرأة في الأول، هي الأولى بنت ممثلة هي الأولى، في هذه الحالة X كيساوي صفر. أولا X غادي يساوي 1 إمتى؟ إذا ظهر رجل ثم بعد مباشرة امرأة. أولا يقدر يكون كيساوي قلنا هنا 0 1 دونك يقدر يكون كيساوي جوج،
إذا ظهر رجلان ثم امرأة أو لا يقدر يكون كيساوي ثلاثة إذا ظهر ثلاث رجال ثم امرأة هادو هما القيم ديال المتغير ديالنا دونك صفر واحد جوج ثلاثة السؤال الثاني بي ديال اكس يساوي واحد الوغ بي ديال اكس يساوي واحد اشنو هو بي ديال اكس هو الاحتمال ان يظهر رجل واحد عاد من بعده مرأة يعني هو الاحتمال ان يكون عندنا ام ومن بعده اون فام و الاربعه ديال البلايص اللي من بعدهم كما كانوا الوغ باش نحسبوا هذا شنو هو الشكل اللي غادي نستعمله واش ا بي ان واش سي بي ان الوغ بحالي لان سحب ب ستة أشخاص أنا باش نفهمو مزيان تخيلوا أن عندنا ستة ممثلين وراء الستار وعندنا ستة ديال الكراسة أمام الستار يعني بحال إلا غادي نسحبو ستة ديال الأشخاص من أنا ستة ديال الأشخاص لملء كراسي لملء ستة كراسي ولكن الشرط هو أنه بدون إحلال يعني الممثل اللي جاء من وراء السيطار وجل أمام السيطار ما كيعاودش يرجع دونك كيجي الأول كيشد بلاصتو كتجي لي ميدو كيجي الثاني بدون إحلال إذا عندنا ستة ديال الأشخاص من بين ستة أشخاص بدون إحلال إذن ألوغ عندنا بي إكس يساوي واحد إذن الفكرة هنا هي أن الأول خاصو يكون أم الثاني فام ودوك الربعة الآخرين كما كانوا ماشي مشكل ألوغ باش نختارو رجل عندنا ثلاثة رجال إذن غادي ناخدو واحد من ثلاثة بدون إحلال إذن هو أبي إن ثم غادي ناخدو مرأة من بين دوك الثلاثة اللي هي الثانية يا أ واحد من بين ثلاثة عاد غادي ناخدو أربعة ديال الممثلين من دوك الأربعة اللي بقاو يعني أ ديال أربعة من أربعة العدد الكلي ديال الحالات هو الاختيار ديال ستة ديال الأشخاص باش يملؤوا ستة ديال الكراسي دونك هو أ ديال ستة من ستة ونقدروا نحسبوها أ واحد من ثلاثة هو ثلاثة أ واحد من ثلاثة هو ثلاثة و أ أربعة من أربعة هو أربعة فاكتوريال أ ستة من ستة هو ستة في خمسة في أربعة فاكتوريال يعني في أربعة في ثلاثة في جوج فعلا خليتهم بحال هكا باش نختزل بربعة فاكتوريال تبقى لنا ثلاثة في ثلاثة تسعود أولا نختزلوا أيضا هنا بثلاثة أن ثلاثة هنا تمشي معنا وتبقى لنا هنا جوج إذا غادي يبقى لنا ثلاثة على جوج في خمسة هو عشرة إذا بي ديال إكس يساوي واحد هو ثلاثة على عشرة هذا هو اللي يطلبوا لنا نشوفوا دابا بي إكس يساوي جوج الوغ الحالة ديال إكس يساوي جوج يعني خاصنا جوج ديال الرجال عاد اون فام ومن بعد دوك ثلاثة الآخرين كما كانوا إذا غادي خاصنا نختارو رجلين من ثلاثة يعني أ جوج من ثلاثة في الاختيار ديال المرأة هو أ واحد من ثلاثة
ثم الاختيار ديال ثلاثة ديال الممثلين من دوك الثلاثة اللي بقاو اللي هو أ ثلاثة من ثلاثة مقسومة على العدد الإجمالي اللي هو أ ستة من ستة أ جوج من ثلاثة هو ثلاثة في جوج أ واحد من ثلاثة هي ثلاثة في أ ثلاثة من ثلاثة هي ثلاثة فاكتوريال أ ستة من ستة هي ستة فاكتوريال هي ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة فاكتوريال نختزلو بثلاثة فاكتوريال نختزلو هنا بجوج ثلاثة ومن تحت بستة بقلنا أربعة في خمسة والفوق ثلاثة هي ثلاثة على عشرين اللي هو اللي مطلوب منا x يساوي جوج نكملو دابا السؤال ثلاثة الان باش نعطوه السؤال ثلاثة غادي خصنا نحسبو p ديال x يساوي صفر و p ديال x يساوي ثلاثة الان p ديال x يساوي صفر كيعني ان اول ممثلة غادي تبان اول شخص غيبان هو ممثلة يعني فام ومن بعد دوك الخمسة الاخرين كيما كان الاختيار بحال بحال دونك كي غادي نديرو غادي نختارو اولا ممثلة من بين ثلاثة ديال الممثلات ومن بعد غادي ناخدو خمسة ديال الممثلين من دوك الخمسة اللي بقاو طبيعة الحال دائما أ ستة من ستة أ ثلاثة من واحد هي ثلاثة أ خمسة من خمسة هي خمسة فاكتوريال على ستة فاكتوريال هي ستة في خمسة فاكتوريال نختزلو هنا غتبقى لينا ثلاثة على ستة اللي هي واحد على جوج ثم آخر احتمال غنحسبو x يساوي ثلاثة يعني في هاد الحالة غادي يكونوا عندنا ثلاثة ديال الرجال هما اللولين غادي يبانو إذن دوك اللي بقى هما دي فام دونك اش 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 اف 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 ونحسبوهم الوغ باش نختارو ثلاثة دونك ثلاثة اللولين غادي نديرو ثلاثة من ثلاثة ثم النساء غادي الممثلات غنديرو من ثلاثة من ثلاثة والعدد الإجمالي هو ستة من ستة ألوغ ثلاثة من ثلاثة هو هاد الأولى هي ثلاثة فاكتوريال الثانية هي ثلاثة فاكتوريال اللي هي ثلاثة مضروبة في جوج مضروبة في واحد على ستة فاكتوريال غادي نكتبها على شكل ستة في خمسة في أربعة في ثلاثة فاكتوريال باش نختزلو بثلاثة فاكتوريال ثلاثة وجوج غادي يختزلو مع ستة غيبقى لينا واحد على المقام خمسة في أربعة هي عشرين إذن القانون ديال المتغير هو اكس اي القيم اللي كياخذ هي صفر واحد جوج ثلاثة في صفر قلنا واحد على جوج في واحد بينا انها ثلاثة على عشرة بالنسبة لجوج بينا انها ثلاثة على عشرين و x يساوي ثلاثة هي واحد على عشرين وإلا بغينا نجمعو دابا هادو ثلاثة على عشرة غادي تعطينا ستة على عشرين واحد على عشرة غيعطينا عشرة على عشرين ثلاثة على عشرين واحد على عشرين دونك واحد زائد ثلاثة أربعة أربعة زائد ستة هي عشرة عشرة زائد عشرة هي عشرين دونك المجموع ديالهم غادي يعطينا عشرين على عشرين اللي هي واحد إذن هذا الجدول هذا صحيح عندنا وهذا الإكس هو فعلا متغير حقيقي
نقدروا دابا نحسبوا الامل الرياضي ديال هذا المتغير هو او ديال اكس يساوي دونك غادي نديروا 0 في 1 على 2 زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا زائد هذا في هذا دونك هو 0 في 1 على 2 زائد 1 في 3 على 10 زائد 2 في 3 على 20 زائد 3 في 1 على 20 بون هذا 0 3 على 10 هو 3 على 10 اللي هو 6 على 20 2 في 3 على 20 هي 6 على 20 3 في 1 على 20 هي 3 على 20 6 زائد 6 هي 12 زائد 3 هي 15 على 20 إذن E ديال X اللي هو الأمل الرياضي ديال المتغير ديالنا هو 15 على 20